يا هلا والله، مساء الخير، مساء الجمال، مساء الاشياء الجميله في منطقه جازان. طبعا اليوم متواجد في مركز اساس. هذا المركز متخصص في العلاج الطبيعي والحجامه وبعض الاشياء اللي ان شاء الله استفيد منها اهالي منطقه جازان. بدايه مع صاله العلاج الطبيعي، ما شاء الله الشباب شغالين. وهذه غرفة الحجامة. معنا عرفنا نفسك؟ محمد أبو شرحة، أخصائي علاج طبيعي وممارس حجامة. إيش فوائد الحجامة؟ والله فوائد الحجامة فوائد كثيرة، منها تخفيف الآلام، العرق، التعب، تخفيف النوم، الآلام الموضعية، تعالج حتى في حالات العقم، في أغلب الحالات. برضو عندهم قسم أطفال. طبعا مركز اساس للعلاج الطبيعي والحجامه موجود في حي السويس مقابل شرطه المدينه. لو رفعت الشاشه للاعلى راح تصل الموقع ان شاء الله. اريدكم تسالوا.